صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكو صباحك أحلى. يا رب تكون أيامكو حلوة وصباحكو حلو ودايما دايما مبهج. صباح الخير يا يارا. صباح الخير يا نادين. النهاردة هنتكلم معاكم في أول فقرة من حلقتنا عن أغرب ترندات على السوشيال ميديا في 2020. سمعنا عن ترندات كثيرة جدا غريبة، نادين هتقول لنا عليها. كلنا بنحب نتابع الترندات اللي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر. ظهر ترند غريب ومختلف شوية، الجواز أحلى ولا محشي ورق العنب؟ محشي ورق العنب. لسه أقول لك، الجواز أحلى ولا محشي ورق العنب؟ اكيد محشي ورق العنب. طب ليه قلتي كده؟ لا يعني المحشي يا بنتي لا يقول عليه جواز، ايه بقى؟ طب قولوا لنا رايكم، الجواز احلى ولا محشي ورق العنب؟ انت ايه رايك؟ محشي ورق العنب معاكي. بس لا والله في ناس يعني بتأيد فكرة الجواز اكتر، ناس بتأيد محشي ورق العنب. ماشي، او في ناس كتيره. طب هو اكيد الجواز حاجه مهمه يا جماعه، مش هنخرط في كده، بس يعني في ناس ما بتفكرش انه لسه بدري عليها، لسه في سن معين بتعيشه. لا انا من أكيد. 15 16 سنه انا خلاص انا عايزه اتجوز. ايوه، ده بقى وبالذات فتره الامتحانات تطلع لا. تدي تطلع كده هوبا في الدماغ، انا خلاص انا عايزه اتجوز. الترند ده اتنشر على التويتر. كان في شخص نزل تويتر هي كانت واحده اسمها تغريد بتقول جواز ايه يا بابا، انا ماشي ورا هدف سامي اسمه ورق العنب. بس غير كده في شخص برضو نزل تويتر قال الجواز افضل، احلى حاجه ان انت تعيش مع حبيبك. في ناس مؤيدين اهو يا يارا، مش ورق العنب وبس اهو. في ناس مؤيدين وفي ناس معارضين، بس المعارضين هتلاقيهم اكتر، ما تقلقي. وبرضو اتفضلي. وبرضو سمعنا عن ترند تاني طلع عن تزيين الكيكه بالورد الطبيعي. انا دي حاجه استغربت منها جدا، يعني كيك هياكلوها ازاي؟ مش عارفه، كيكه الفرح بيزينوها بالورد الطبيعي. طب انت هتاكل الورد الطبيعي ازاي؟ ولا الكيكه بالجبنه؟ لا كيكه بالجبنه دي كانت حاجه غريبه جدا. بس الكيكه الجبنه دي على ما اظن يعني اكله ياباني، ولا دي كيكه اليابانيه؟ لا لا مش كيكه بالجبنه خالص. لا هو نزل بسبوسه بالجبنه، كنافه بالجبنه، لكن كيكه بالجبنه دي كانت اغرب ترند سمعته بصراحه. لا فعلا يعني انت لما تعمل تورته الفرح فيها ورد طبيعي هتاكلها ازاي؟ فاهمني؟ ايوه ايوه طبعا هتاكلها ازاي؟ جاي بتتصور جنبها. ما ايوه، مش المفروض العريس والعروسه بيقطعوها بعد كده بياكلوها؟ المفروض ايوه اكيد بتوزع وبياخدوا منها، اكيد مش بتترمي يعني. ما ايوه ما اكيد. بس الورد بقى نظامه ايه؟ هترموه يعني هتبوظ شكل الكيكه. طب ليه من البدايه؟ بس كيكه الجبنه دي بقى قصدهم على في الفرح برضك ولا دي حاجه؟ كيكه فرح اسمها كيكه الجبنه. ده لا ده حلو، ده يعني حلو ولا حادي؟ مش عارفه لو انتوا مدخلين ايه مع بعض بالظبط. يعني انتوا ايه اللي داخلينه مع بعض ازاي؟ فهمني يعني، المفروض الكيكه بتبقى حلوه، ايه ايه الاوبشن اللي هم عاملينه ده؟ فكرتني بالمثل بيقول هل يختلط الزيت بالماء، هو فعلا ايه ايه ده، سكر وحاجه حاجه حاجه ما لهمش علاقه من بعض واختلطوا مع بعض. غريبه فعلا والله جدا. لا فعلا في ترندات كتيره جدا في 2020 غريبه جدا، واغاني، ترندات على الاغاني كتيره وكلام جدا كتير على الاغاني. الاغاني من ضمنهم. عشان انت بتقولي لا. عشان انت بتقولي لا. هو على قد ما الترند ده يعني عمل ضجه، والاغنيه هي شويه كوميديه لان في ناس كتيره شايفاها ان هي المفروض تتمنع عشان بتهيني المراه. مش عارفه انت شايفه ايه؟ انا شايفاها حلوه جدا، انا مش ما بصيتش لها من ناحيه اهانه بالعكس. المراه هي اول، هي تقريبا اول حاجه نزلت في 2020 وانتشرت بطريقه، يعني اول ترند طلع. ايوه لا وكان ترند حلو جدا بتاع تميم حسن. عشان تبقي تقولي لا. وفعلا تميم حسن مغني رائع جدا، والاغنيه فعلا عجبتنا جدا وجايبه مشاهدات عاليه هي. بس هو كان كل الفكره ان هو كوميدي مش اكتر، يعني هو ما بيطلعش يقول حاجه حقيقيه او بيوجه رساله، ده كله كان يعني الاغنيه بتاعته اللي فاتت اللي هي بتاعت انت اي كلام. طب ودي اغنيه كامله انت اي كلام، واتنشرت وبقت مشهوره بطريقه رهيبه جدا وعادي. هو عدت يعني انتوا بتسمعوا ايه؟ انا هشغل اغنيه هفضل قاعده بسمع فيها انت اي كلام انت اي اهو. بس يعني هو دي اتنشرت عادي، ما دي برده كانت موجهه للبنت انت اي كلام. ايه علاقته في البنت برده؟ كانت يعني تبقي تقولي لا وانت اي كلام. طب إيه ايوه بس هو على الرغم ان هو برده طلع صرح ان هو لما قال انت بتقولي لا، هو قصده انه لما الولد بيعمل في البنت كده، هو قصده ان الحاجات اللي الولد بيعملها في البنت، ما كانش قصده ان هو يهين البنت او يهين المراه، لا خالص ما كانش قصده في الموضوع ده. هو طلع صراحة وقال كده. بس انا الاغنيه عجبتني جدا بصراحه، حلوه قوي بصراحه. يعني انا من الناس اللي حبيت جدا ان انا اسمعها،
انا مش فاهمه اللي هو زي في ناس كثيره كانت بتضطهده او في ناس قالت لا دي بتهين المراه، طب بتهينك في ايه؟ مش شايفه حاجه. انا لقيتها نزلت عندي على الواتساب في ستوريهات كتيره، ايوه فانا عماله اعديها ما سمعتهاش، انا بشوف بس الصوره. ايه يا جماعه اللي كله منزل ستيتس في انا اول حاجه الوقت. شفتها بعدين شفتها عليها ترند فحبيت جدا بقى، شدتني ان انا اشوفها اللي هو اي حاجه عشان دي بتقولي لا. نزل عليها ترندات كتيره جدا وفعلا حلوه. ايوه جميله جميله جدا، بالتوفيق طبعا لتيم حسن في كل اغاني طبعا، وفعلا فنان جميل جدا. والعسيلي كمان كان معايا بصراحه حلى الاغنيه اكتر. طبعا العسيلي ده لو قلت لا هقطع البيت زور على العسيلي. العسيلي انا مالي. العسيلي اللي هو انا مالي بالموضوع انا جاي اغني. طلع برضو كوميكس كتير على الحته دي اللي هو انا مالي انا اللي مبي حاطين صوره العسيلي عليها، ما فعلا هو ماله تقطع البيتزا ليه وترميها عليها. لا فعلا كانت اغنيه حلوه جدا وانبسطنا بيها، ما كانش فيها اي اهانه ولا حاجه، يا ريت ناخد الحاجه بصدر رحم عن كده، ما نفكرش ان اي حاجه بتحصل هنا، بالعكس ده موضوع كوميدي جدا يعني. ايوه يا جماعه ليه بتاخدوا يعني حاجه ناس ده حلوه ومفرحه الناس ليه تسيبوها؟ ايه ده ازاي تنزل عادي؟ لا لازم يطلع لها مشكله. لازم، لا لاي حاجه لازم تطلع، لازم في مشكله بتطلع كام تحت الارض عليها. شفت بوست كان حد جايب على الاغنيه برضو على اللي هو بيقول لها ويجي لك سامونيلا في وسط الاغنيه، قال الحته دي كان صيدلي قعد يفسر الكلمه والسامونيلا دي ايه، هي كانت حاجه غريبه اللي هو انت مفسر وصلت في الاغنيه للحته دي برضك في ايه؟ يعني الاغنيه ناس مس كده يقولوا ان هو بيغلط في البنت، وناس تانية كانت شايفاها جايب اسم حاجه زي بكتيريا او حاجه، انا مش عارفه يا نوح مش فاكره بصراحه الوسط. لا انا ما ركزتش في الدرجه دي بصراحه، ما مش عارفه ده ودماغه وصلت ده ازاي. اللي كنت لسه عامله اللي هو انا طالع استقصدك. ما ايوه انت ايه يا حبيبي انت دماغك وصلت للدرجه دي ازاي؟ طيب يا جماعه احنا كده كنا وصلنا لنهايه الفقره الاولى، معانا في الفقره الثانيه ضيوف جمال وخفاف، ضيفين شابتين هنتبسط معاهم وان شاء الله تكون الفقره تعجبنا. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وزي ما وعدناكم معانا ضيفتين عندهم موهبه، الاء عبد القادر ونورهان عبد القادر، هم اختين عندهم موهبه الغناء، ودلوقتي هنسمع اغنيه مع نورهان عبد القادر. تمام. هغني فيروز. تمام اتفضل. من زمان انا صغيري كان في صبي يجي من الأحراش العب أنا وياه، كان اسمه شادي، أنا وشادي غنينا سوا لعبنا على تلكتنا بالهوى وكتبنا على الحجار قصص صغار ولوحنا الهوى، ويوم من الايام ولعت الدنيا ناس ضد ناس علقوبها الدنيا، وصار اللي قتال يقرب عالجبال والديني ديني، وقتلت عطراف الوادي شادي ركض يتفرج، خفت وصرخت اندهلو وعينك رايح يا شادي، اندهلو ما يسمعني يبعد يبعد من الوادي، من يومتها ما عدت شفته ضاع شادي، والتلج اجا وراح التلج 20 مرة اجا وراح
وانا صرت اكبر وشادي بعده صغير عم يلعب عالتلج ايه الجمال ده نورهان؟ عرفونا بنفسكم بقى. نورهان عبد القادر، آلاء عبد القادر، اخوات. بدرس في كلية الفنون التشكيلية في سنة 5. كنت في الأول بدأت يعني بدأت الغناء من زمان جدا، مثلا 15 سنة أو حاجة، أنا دلوقتي 23. بس وبعدين اكتشفت ان انا عايزه اكمل في الموضوع يعني بسبب صحابي وبابايا ومامتي وكده، فدخلت مع فرقه نجوم مصريه مع مايسترو مصطفى مهدي. قعدت مع فتره قليله برضو عشان دراسه، وبعدين غنيت كذا مره في ساقية الصاوي وبس. تمام. نورهان وانتي؟ انا نورهان عبد القادر، 20 سنه، في اعلام اذاعه وتلفزيون. انا بحب الغناء من وانا صغيره، بس انا مش واخداه زي الاقي مثلا دراسه او كده، ومش باخد فيه كورسات او كده. انا يعني عادي بحبه هوايه كده بس. غنيت في النادي وبغني في حفلات المدرسه دايما، وبرده في فريق الكورال بتاع الجامعه، وبناخد مراكز دايما يعني، بندخل كمسابقات ابداع وكده. فبس يعني مين فيكم اللي بدا الاول؟ أنا. هي اللي بدات الاول. رغم انك مش حباه. هو انا حباه يعني، مش حباه، هو انا حباه، بس هي الفكره ان انا يعني واخداه كهوايه كده. انا بغني مع اصحابي، بغني في النادي، بغني في الجامعه كده يعني، واخداه كهوايه اكتر شويه. بس انا بدا قبلها بشويه يعني، بدا من وانا صغيره شويه. طب دي بدايه كويسه. طيب اهليكم كانوا بيشجعوكم؟ جدا طبعا. هل انتوا كنتوا بتشجعوا بعض؟ هي كانت بتشجعني جدا، لان انا برده ما كانش عندي الجرأه ان انا ابدا كده، لان هي كانت اجرأ مني، وكانت بتطلع بقى على مسارح في المدرسه وفي الجامعه وكده، فهي اللي شجعتني برده. طب ازاي كنتوا بتشجعوا بعض او بتعتمدوا على بعض؟ يعني كنا ساعات بنسمع لبعض الاغاني، ساعات مثلا في حته بنركز عليها مثلا، اقول لها لا دي تعيديها تاني، دي تظبطيها. لا وكمان في حاجه، ان انا في اي حفله انا ما بعرفش اغني غير لما بكون باصه لحد معين قدامي، فكان دايما ببص لها يعني، وفي لي كده في النص انا هغني لك يعني خلاص. بالظبط. عشان رهبه الناس وكده، هو حد انا عارفاه متعوده قدامه اغني الدنيا تمام معايا. ايوه تمام. طيب مين فيك اكتر حد حابب ان هو يشتهر في الغنى؟ انت افتكر؟ لا مش انا، اعتقد انا اكتر منها، عشان هي مش في دماغها قوي يعني. طب فكرت تعملوا دويت مع بعض؟ احنا بنعمل بس في البيت دايما. طب عارفينهم في البيت. ما طلعتوش مثلا مثلا حفله مره مع بعض؟ مسرح؟ لا بينا وبين صحابنا بس. لكن عملتوا فرقه موسيقيه ولا لا؟ لا انا انضميت لفرقه موسيقيه، بس ما كانتش معايا. لا انا كمان كنت بس. لا بغني في الجامعه كده ومع اصحابي، والدنيا بتبقى حلوه يعني. بس انا فريق الكورال بتاع الجامعه مع فرقه مهاب رضا يعني، برده كويسين جدا ان شاء الله عليهم. طب الاء، انت حابه يعني تتجهي ناحيه مجال كليتك؟ انت فنون تشكيليه ولا لا مسمى كليه؟ لا انا بحب الكليه وبحب العملي وبحب الهاند ميد، بحب الحاجات دي قوي. أيوة. بس برضو بحس ان انا عندي موهبه عايزه استغلها، فشغاله في الاثنين يعني، همشي الاثنين مع بعض. طب تحب تسمع اغاني قديم ولا جديد؟ بنحب القديم اكتر. طب ما تسمعني حاجه يا لا. هسمعك ورده. تمام. في يوم وليله، في يوم وليله خدنا حلاوه الحب كله، في يوم وليله انا وحبيبي، حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله، في يوم وليله عمري ما شفته ولا قابلته، ياما شغلني طيفه، عمري ما شفته ولا قابلته، ياما شغلني طيفه، وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه، نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، لقينا رحنا على بحر شوق، نزلنا نشرب ودومنا فيه، ومين يصدق يجرى ده كله،
نعيش سوا نعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. ايه الجمال ده؟ هو برضو ساعة صوتكم قريب من بعض. اه شوية بس هي يعني بحس ان هي ملائكي اكتر شوية. مين اكتر شخص اثر فيكم من الجهة الفنية؟ اكتر شخص من الجهة الفنية يعني شخص كفنان ولا شخص كفنان من فرد فنان؟ ممكن ام كلثوم. وانت يا نورهان؟ فيروز بحبها يعني من وانا صغيره قوي بسمع لها دايما وكده، فيمكن كمان بحاول ان انا دايما بغني اي اغنيه مش ليها زيها، بحاول اعمل كده دايما. اللي هو بتاخدي طبقه صوتها وتغني اي اغنيه بقى. طيب اهلكم ايه وضعهم بقى بانهم هم عندهم ما شاء الله بنتين مغنيين؟ بيغنوا معانا. بابا بيغني. ايوه راسه. انتوا اختين بس ولا عندكم اخوات تانيين؟ لا عندنا اخ ولد عبد الرحمن كبير اكبر مني. طب ايه صوته؟ بيغني ولا لا؟ لا لا هو قرر يعزف من العيله كلها. ايوه فاهميكي. طيب ضربت على حاجه غير الغنى جنب الغنى؟ بيانو جيتار؟ كنت بلعب جيتار فتره. وانت ما فكرتيش؟ كانت بتمثل. طب كويس. بحاول. عملتوا اغنيه مع بعض؟ لا كنا دايما بنعمل ديو مع بعض بس في البيت كده اللي هو كده تفريح. مثلتي فين؟ لا يعني دايما في كان برضو فريق النادي او كده او في حاجات من دي يعني، كانت حاجات صغيره كده بس برضو هوايه صغنونه كده على جنب. انت واخده الغنى كهوايه يعني؟ انا بتبسط وانا بعمله، فبعمله في اللي هو يعني في الحته اللي انا هتبسط بس، انا مش مطلوب مني ان انا اغني في مكان او ان انا فاهمه. أيوة. يعني مش ناويه تكوني زي الاء؟ لا انا مبسوطه جدا. ايه ده هتتجهي بقى ناحيه الاعلام اكتر؟ يا اتمنى يا رب. طب انت طموحك ايه في المستقبل؟ بصي هو انا عامه طموحي اصلا ان انا اخلص جامعه واسافر، يبقى ليا البيزنس بتاعي واسافر بقى يعني اشتغل بره. في دوله محدده عايزاها يعني؟ لا هو انا ما عنديش دوله محدده في دماغي بصراحه. يعني اي بلد هقدر ان انا استثمر فيها واعمل يبقى ليا اسمي يعني فيها هقدر. بره مجال الاعلام لا غير الاعلام، بس هو يعني مش دي حاجه غير الاعلام على جنب الاعلام، بس الاعلام برده ان شاء الله يكون ليا دور فيها. أيوة. انا دارسه بقى وتعلمت فيه. ليكي دور في الاعلام ولا لسه؟ لا انا بس نزلت تدريب في كذا مكان بس لا لسه يعني لسه في ثالثه بقى. ف لسه شويه. خلصتي فاينل؟ لسه. زي ربنا معاكي يا رب. طب انت نورهان برضو ليكي طموح فيما بعد عايزه تحققي حاجه وانت متخرجه؟ انا بفكر في برضو يعني جانب الغنى في موضوع الهاند ميد ده، بحب ان انا يعني اشتغل فيه، فعايزه برضو اعمل حاجه هاند ميد تبقى براند مثلا باسمي او كده، ف برضو هستمر في الموضوع يعني. في حاجات مثلا اشغال جلد واشغال معادن وحاجات كده بتبقى حلوه قوي في الهاند ميد يعني، فبفكر اكمل فيها. طيب دي حاجه كويسه جدا. طيب انت مفيش مخطط تكلمك او خطوه كبيره حصلت لك؟ لا هو انا اكتر حاجه عملتها كانت ان انا غنيت في ساقية الصاوي، غنيت 3 مرات في ساقية الصاوي. وكنت بغني لمين؟ كنت بغني غنيت لفايزه احمد وغنيت لنجات. غنيت لمين تاني؟ الحفله الاولى دي مش فاكره غنيت لمين، بس يعني غنيت قديم برضو. ايه غنيتي ايه النجات؟ عيون القلب. تعرفي تغني عنها دلوقتي؟ لا بصي. لا لا هي نجات اصلها عايزه حد يكون صاحي وشارب نسكافيه. فاهمك. انت ممكن تغنوا لنا اغنيه مع انتوا الاثنين مع بعض؟ تمام. يعني فيها حاجه حلوه؟ تمام. فيها حاجه حلوه، حاجه حلوه بينا، حاجه كل مدى تزيد زياده فيها، ان فيها نيه صافيه، فيها حاجه دافيه، حاجه بتخليك تتبت فيها سنه سنه. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر الدن، صوبيا فوق طعميه كشري، دوم بطاطا سخنه جدا. مصر اول يوم العيد، عيد يا بومبو لبس جديد، فني سيمو غنى وتياترو، حفله تلاته في سينما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي فترو،
طيرني ملايا على تخت غنى فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بينا حاجة كل مدى تزيد زيادة فيها إن فيها نية صافية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة تقيلة العصرية في مصر واللمة على طبلية في مصر مولد السيدة والذكر والهيصة وركعتين بركة في السيدة نفيسة المشي على الكورنيش والبركة في يوم تعيش فرح بلدي وليلة حنة فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بينا دي تتعبك ولا بتسيبها محيرك برضو حبيب الغال على بعضها كده في عيوبها حتى من الجنة فيها حاجة حلوة ده انتوا اللي فيكوا حاجة حلوة بجد حاجة جميلة قوي 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 يعني انتوا الاتنين مع بعض عملتوا الشغل يجنن انا اول حاجة حبيت اخواتي انا على طول بقى كده مع بعض بجاوبهم لا دي حاجة حلوة فعلا حاجة لا بجد حاجة حلوة ان يكون معانا موهبتين اختين صوتهم بالجمال ده طيب اورينا مين كان بيدعمكم في بدايه مشواركم الاسره طبعا وصحابنا بقى طب في حد بيقف في طريقكم لا خالص كان الكل ما قابلناش لحد ده لا لسه شويه طيب ان شاء الله مش تقابلوه يا رب طب قولي لي اصحابك بقى في الجامعه كانوا بيتعاملوا معاكي ازاي اول ما دخلتي بقى الجامعه وصوتك حلو غني اول ما حد يشوفني غني طب وعرفوا ازاي هو انا احنا المواد عندنا عملي اغلبيتها فانا بشتغل بقى دندن مثلا كده فتلاقي حد الله صوتك حلو قوي طب غني غني اعلي صوتك بقى بلاش دندن اعلي صوتك خلاص بقى جابوا الدكاتره في السكشن وغني ايوه طب انت يا الاء قلتي ابتديتي غنى من وانت عندك 15 سنه نورهان لا من قبل كده انا كنت في ابتدائي يعني في الاول خالص يعني بس كنت طبعا كنت بغني حاجات هبله كده الاول لسه طب انت الاء وانت صغيره يعني قبل 15 سنه اكيد كنت بتغني برضك كنت بغني بس في البيت ما كنتش لسه بقى اكتشفت أيوة. ان انا يعني انت بدات تروحي حفلات وكده من بدايه 15 سنه ولا لا لا بدات اغني مع اصحابي من وانا 15 سنه وبعدين بقى في النادي وبدات الناس تكتشف ان انا صوتي حلو بقى في السن ده يعني طب وانت صغيره وباباكي ما كانش شايف انك عندك موهبه الغنى لا كانوا شايفين بس كانوا بيغنوا معانا اللي هو لسه اللي هو انت محتاجه تعملي اكتر عشان توصلي يعني بس كويس قوي يا يورا ان الاهل مأيدين ان هم يغنوا وبالعكس ده بيشجعوهم على كده لا بيغنوا معانا ايوه بيغنوا معانا دي حاجه كويسه ولازم دعم الاهل طب مامتك وباباكي ايه لا هو ما فيش حد فيهم بيغني بره بس هو في البيت لا بابا صوته حلو صوتهم حلو برضه مامتك ما شاء الله هم الاثنين طالعين مامتهم وباباهم هي عيله هو اخوكوا طلع بره العيله الغريب اللي فيكم طيب دخلت ورش تدريب؟ انا دخلت كام ورش؟ كان دخلنا ورشة الوان مع بعض كان بيدربنا مدرب محمد عبد الفتاح وانا بقى دخلت لوحدي ورشة تانية كانت برضو في وسط البلد تبع باند كده بيعزف درامز وحاجات تانية كده بس هي ما وانا في الجامعة بقى يعني انا كده كده كورال بتاع الجامعة فهم بيجيبوا حد يدربنا دايما وكده مشجعينكوا على كده طب دي حاجة كويس طيب انتي مبسوطه بدعم الجامعه ليكي او كنت شايفه انه من غير دعم الجامعه ما كنتش هتتوصلي اللي انتي فيه دلوقتي ما كنتش تعملي حاجه يعني هو اكيد ليه دور كبير يعني وكمان فرقه مهاب رضا نفسها يعني هي هما بيهتموا قوي بالفريق الكورال وفريق التمثيل هو كل حاجه واخدين حقها كويس جدا فلا دي حاجه كويسه يعني فرقه معايا وحاجه حلوه يا يارا برضو ان في الجامعات ان هما عاملين الفرق دي بيشجعوا الطلبه وبيزودوا الموهبه عندهم يعني هي مثلا الموهبه عندها هوايه بس بتقدر تطلعها في مكان عندها الجامعه كده ايوه لا هي فعلا الجامعات بقت تشجع الطلاب بحاجات كثيره جدا غير الغنى وفي التمثيل وحاجات كثيره فعلا بقى ليها دور كبير طب حد يقدر يسمعنا حاجه فيكم غني لا غني انت تسمع ولا ممكن نسمعك لكل عاشق وطن طبعا طبعا اتفضل طبعا اتفضلي لكل عاشق وطن والكل طير مرساه والكل شمس شروق
بعد الغروب تحياها، ولكل قلب حبيب مكتوب عليه قدر وجمعنا ادى الحياة معنا. قولي بحبك خلي الدنيا تسمعنا، ايدي في ايديك وخلاص ما يهمناش الناس، وكفاية عيش احساس قلبك وقول الله. حلو قوي، جميل. طيب انا عايزه اسالك، انت شايفه يعني ان الجامعه فعلا موافقاها بينك وبين الغنى، او ممكن الغنى يعطلك عن حاجات في الجامعه؟ لا مش شايفه كده، لانه يعني انا اصلا بحب العملي، فانا ماشيه كويس في الجامعه، فيعني ما فيش مشكله لو انا زودت حاجه جنبها يعني. والجامعه اكترها عملي؟ الجامعه اكتر عملي، الجزء النظري بالظبط ممنوع، مفيش اصلا، بنموت في العالم. طبعا انت اعلام، ف 95% نظري. لا هي اصلا في اعلام يعني عمليا، بس علميا بس انت اصلا كنت حابه تدخلي اعلام؟ هو انا كنت حابه ان انا ادخل حاجه معظم شغلها يبقى البروجكت بتاعتها عملي، عشان يبقى عندي فرص ان انا اعمل حاجات تانية جنبها، زي ان انا اخد كورسات مثلا، او ان يبقى يعني اما برضه انا بحب اخرج ومبحبش اذاكر قوي يعني، فكان الموضوع بالنسبه لي ان انا اخش اعلام عشان ما اخشش حاجه فيها مذاكره كتير. او ولما دخلت اعلام لقيت مش عارفه مذاكره كتير، لقيت مذاكره كتير مش عارفه مذاكره كنت لا اعرف والله مذاكرش كتير عليا لا كبروجكت يعني كبروجكت بقيه الجامعات في بروجكت اكتر او نظري اكتر او كده، امتحانات كتير قوي. احنا نظري اكتر والامتحانات كتير، طلع بروجكت كتير وطلع امتحانات كتير وطلع مذاكره كتير والحمد لله. بالظبط، مش عمليه مش عمليه خالص. انا كان في دماغي بس كده ساعتها يعني خلاص بقى. طب لو ما كانتش الجامعه مقدمه لك حاجه في الغنى وكانت ساعدتك، كنت هتفكري وقتها تعملي حاجه ثانيه او كان في بديل ايه؟ كنت بقى هعمل اي حاجه ثانيه بره، كنت برضه تبع الغنى يعني نفس الموهبه بس من بره، بس انا عشان لقيتها في الجامعه فبقيت مستكفيه بده، انا خلاص مبسوطه باللي انا بعمله في الجامعه فمش عايزه اعمله بره تاني. فبس طب ما جالكيش فرصه كاستنج بره وكده بس ما نزلتيش او فكرتي تروحي؟ بصي هو جالي كتير يعني برضو عن طريق ناس، مش يعني كان في ناس بت 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 بتقول لي يعني روحي في المكان الفلاني في عايزين كذا مش عارفه ايه، بس انا ما يعني لا ما يعني لا ما كنتش برده او مش ما برضاش حاجه انا لا والله، بس انا برده في حته بخاف شويه ان انا الاول كده بتلاقي عندي رهبه، فممكن الخبط في الاغنيه ممكن انسى يعني. انا في مره طلعت على المسرح ونزلت الاغنيه ونزلت خلاص نسيت بقى ايه كان رد فعل الجمهور، خلاص ما خدش بالهم تقريبا. ممكن فيما بعد تخش نظام حفلات كسائد الصوي زي لا ما انا حبيت الموضوع ده، هي عملته بقى حبيت الموضوع عايزه اعمل زي هي حبيت الموضوع من تحت بس ما شافتش الموضوع من فوق. طب تجربوا ان انتوا تعملوا حفلات انتوا الاثنين مع بعض؟ طبعا فكره حلوه جدا. تبقى جميله كمان، مش هخاف قوي يعني، الموضوع هيبقى بالنسبه لي مطمئن شويه. طب لسه ما حدش عرض عليكم الفكره دي؟ لا لسه، بس ناويين تاخدوها؟ ان شاء الله. طب ظهرتوا في برامج قبل كده؟ هي ظهرت، انا ظهرت في برنامج قبل كده. كان ايه يعني جالك ازاي؟ كان المدرسه بتاعتي في المدرسه، انا كنت خلاص دخلت جامعه يعني، بس هي كان عندها فرصه يعني ان هي تاخد ناس الموهوبين معاها وخدتني انا وكذا حد، بس انا كنت انا الوحيده الغنى والباقيين كلهم كانوا رسم وكده. أيوة. فخدتنا بقى وطلعنا وعملنا برنامج لذيذ يعني. طب عندك موهبه تانية غير الغنى والتمثيل؟ لا كان نفسي اقول لك والله كان نفسي اضحك عليكي. طب انت يعني ممكن اقول لك بعد الهاند ميد بعد الحلقه برقص بقى طبعا. لا المهم واضح انها فعلا لازم تكون بعد الحلقه شامله يعني هي بتبقى بولك على بعضها كده. طيب خلاص احنا كده نكون وصلنا لنهايه الفقره وعايزين نختم باغنيه منكم. تمام، سمعونا حاجه انتوا الاثنين بقى كده ميكس مع بعض كده حلو. تمام ماشي. سمعونا ايه؟ كن منصفا محكمة بتاعت كاظم الساهر. اوكي. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي انا رجل له ماضي،
تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميعا همي أنستني، صارحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي، قالت حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك، أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي. كن منصفا يا سيد القاضي، تخونني لغتي وألفاظي، إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا، أنا حالة فعلا لها يرثى، حتى نسيت بأنني أنثى، دللتني دمرتني أنت، أهملتني أنت، أنت أنت عذابي، أنت أنت همومي، ونسيت قسوته وقلت له حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك، أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي. غيرتها مرض يوسوس لي، فعلا أحن لذا. شكراً لكم ومتعتونا نحن النهاردة، فعلاً شرفتونا ونورتونا. وبكده أعزائي المشاهدين كل سنة نهاية حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم صباحك أحلى.